اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انا عامل النهارده حاله من الاحتواء لايمن جلبرتو ولاحمد حنفي. النهارده انا عامل لهم احتوينا على قد ما تقدر يا كابتن. نعم؟ احتوينا على قد ما تقدر. انا محتويك اهو، عامل ليه اكتر من كده. ساعه كامله ساعه محتويك بقى. وبص اديك يعني كمان ايه تلت ساعه كمان وانا مش هتقعد تتكلم براحتك. منتهى الاحتواء ماشي. اهم حاجه انا بحتوي الناس كلها، مش فرقه واحده. الاحتواء واجب، مش حد واحد، مش الحنفي بس، انا بحتوي الناس كلها. طيب عندنا ايه النهارده في هذا الامر؟ خلينا نبدا مع حضراتكم بارقام النادي الاهلي. او انت اتكلمت فيها دي يعني. ارقام دي احصائيات الماتش بشكل عام. احصائيات الماتش اتفضل. قدام فاركو طبعا اهداف، هنتكلم اربعه الاهلي واحد فاركو. الاخطاء اللي على النادي الاهلي كانت 17 خطا على النادي الاهلي و25 خطا على فاركو. محاولات النجاح على المرمى 5 من 13 محاوله للنادي الاهلي، 4 من 11 محاوله لفاركو. نسبه الاهداف المتوقعه كانت 2.6 للاهلي 1.8 لفاركو. الاستحواذ طبعا كان للنادي الاهلي عفوا 53% ل 47. استخلاص الكره، النادي الاهلي استخلص الكره 88 مره و77 مره بس لفاركو. خساره الكره 46 مره فاركو خسر الكره، النادي الاهلي 24 مره فقط. التمريرات الناجحه، النادي الاهلي بنسبه 83% بنتكلم في 347 تمريره صحيحه من 420 فاركو، 81% نسبه تمريراتهم الصحيحه. العرضيات الناجحه، النادي الاهلي عمل 4 من 10 فاركو عمل 7 من 12. دي يعني ابرز احصائيات المباراه يعني. ارقام جيده طبعا. كل حاجه، حتى في خريطه للاستحواذ يعني بتبين ان النادي الاهلي ما فقدش الاستحواذ على الكره الا في فتره واحده بس، اللي هي من الفتره بين الدقيقه 15 دقيقه 30، دي اللي فاركو سجل فيها الهدف، ولكن كان في سيطره تامه من النادي الاهلي على مجريات المباراه يعني. وفي حنفي هجوميا الاهلي ظهر شرس. انا سالتك السؤال ده وريه لنا بقى على الشاشه. فكره ان الاكس جي يا كابتن 2.6 والاهلي سجل اربع اهداف، دي نقطه مهمه جدا لازم جمهور النادي الاهلي ياخد باله منها. الاكس جي ده اللي هو المعدل الاهداف المتوقعه المفروض الاهلي يسجلها في المباراه. لما يكون الاكس جي بتاعك 2.6 وبتسجل اربع اهداف، يبقى انت عندك كفاءه محترمه في الشكل الهجومي، يبقى انت عملت جيم هجومي ممتاز. خلينا نشوف الاهلي كان بيطلع ازاي بالكوره. الاهلي اعتمد في الخروج بالكوره على اللونج بول. اللونج بول سواء من رامي ربيعه او من عمرو السوليه، يعني لو شفنا الكوره مع رامي ربيعه عنده كان كام اوبشن في نص الملعب ان هو يباصي، يعني هو عنده هنا حمدي فتحي وعمرو السوليه. لعب اللونج بول عشان نضرب دفاع الخط اللي كان معتمد عليه مجدي عبد العاطي، وطبعا انك تلعب قدام بيتس موسيماني دفاع خط فانت بتسلم نفسك. لان الراجل ده بيلعب لونج بول متقن جدا جدا، وعنده اتنين لعيبه بيعرفوا يتحركوا بين الخطوط بشكل جيد قوي ورا الاثنين المدافعين، سواء محمد شريف او محمد مجدي قفشه، وده اللي حصل بالفعل. لونج بول من رامي ربيعه اللي كان متوالي الامر ده بكفاءه كبيره قوي في ماتش فاركو، راحت الكره لمحمد مجدي قفشه اللي ضم بشكل هايل. محمد مجدي قفشه بلاي ميكر طبعا، من المفروض ان هو بلاي ميكر، يعني دي مش مساحه تحركه، بيتحول لمهاجم تاني وبيفنش الكوره بشكل جيد جدا. نشوف الهدف الثالث برضو. ايوه نفس الفكره، الهدف الثالث الكوره مع عمرو السوليه طبعا كالمعتاد من عمرو السوليه، عبقري في اللونج بول بتاعه. لعب لونج بول طولي في ظهر الدفاع برضو، استلم محمد مجدي قفشه بين خط الوسط وقلب الدفاع، تحرك بين الخطوط من محمد مجدي قفشه. مجدي قفشه ولا شريف ده؟ اعتقد ده قفشه. اوكي. لا ده شريف. شريف ده شريف مظبوط. تحرك هايل من محمد شريف بين الخطوط، استلم الكره اللونج بول بتاع عمرو السوليه، ربط بشكل جيد قوي مع طبعا تشوف قفشه، قفشه بيتحرك فين، اتحول محمد شريف طرف شمال طرف يمين، ودخل قفشه في الصندوق او عبد القادر في الصندوق. كملت الكوره، قفشه بيتحرك فين؟ انا عايزك تركز مع قفشه يا كابتن، طرف هو الطرف شمال هناك اهو. قفشه المفروض بلاي ميكر، مشفت مع احمد عبد القادر اللي موجود جنب شريف قدام الصندوق اهو. كرة لونج بول هايل من عمرو السوليه، وفوت ورك رائع من محمد شريف، فنش محمد مجدي قفشه اللي تحول لمهاجم تاني في لمح البصر. نفس الفكره في الجون التاني. رامي ربيعه زي ما قلنا واحنا قاعدين هايل في اللونج بول، هايل دايما شايف الملعب، توقيت اللونج بول جيد، عنده رؤيه جيده. هنا مثلا عنده اكتر من اوبشن. الفكره في اللونج بول مش ان هو بيلعب لونج بول وخلاص، الفكره انا عندي كام اوبشن متاح قدامي في اللونج بول وان انا ما العبوش، ولعبته وبكفاءه جيده وقدرت ان انا استفيد منه. اتلعبت الكره يعني عنده اوبشن اهوت على الطرف محمد هاني، عنده ميكيسوني برضه اهوت،
وعنده حمدي فتحي على شماله، ورغم كده اصر ان هو يلعب اللونج بول اللي ملعوب في توقيت وبرؤيه جيده جدا. كنا ممكن نقدر نستفيد عمرو السوليه طبعا كالعاده ضربنا دفاع الخط طبعا زي ما قلت لك كابتن، تلعب دفاع خط مع باتسو موسيماني فانت ربنا يستر عليك يعني، لان الموضوع بيبقى صعب جدا. اتحرك عمرو السوليه بشكل جيد، عمرو السوليه كان عنده اكتر من اوبشن طبعا، ولكن سدد جدا بالعرض بشكل جيد، توفيق ما كانش معاه في الكوره دي. الاهلي ان هو نجح ان هو يضرب دفاع الخط بتاع فريق فاركو، في الهدف الثاني بانت، في الهدف الثالث برضه بانت بشكل جيد. اللونج بول كان سلاح قوي جدا لينا في دفاع الخط، والدليل ان مجدي عبد العاطي في الشوط الثاني تنازل عن دفاع الخط وبدا يلعب مان تو مان، لان لقى الموضوع صعب جدا عليه، ولقى الموضوع مش هيقدر ان هو يكمل بيلعب ثلاثه يعني في الدفاع وبيلعب بيهم على خط واحد بالظبط، فالامر كان صعب جدا. واعتقد هو طلع في المؤتمر الصحفي وقال ان انا غلطت ان انا لقيت دفاع خط واحد. طبعا قدام باتسو موسيماني صعب قوي تلعب دفاع خط واحد، نتمنى ان كلهم يغلطوا. والموضوع بالظبط الاهلي كان القوات الهجوميه كانت معتمده لسببين. السبب الاول كان سبب تكتيكي، ان كان في ربط جيد قوي قوي ما بين شريف وقفشه، شريف ومحمد مجدي قفشه. هنا احمد عبد القادر تحول لبلاي ميكر، نزل ياخد الكره هو ويطلع الفريق، رغم ان ده المفروض دور قفشه. بس انا عايز اشوف، بص قفشه فين يا كابتن، بص قفشه فين، قفشه من المفترض هو بلاي ميكر، بيجي في الطرف اليمين وميكسوني بيخش في العمق في العمق، ومحمد شريف بيتحول لطرف شمال. الروتيشن بيتم في سلاسه، في هدوء، الشفتات بتحصل من غير ما تحس بيها، فده خالق مساحات، خالق حلول في الشق الهجومي، مخلي الاهلي قادر يلاقي اكتر من اوبشن دايما في الشق الهجومي. احمد عبد القادر طبعا لعب الكره بشكل هايل لمحمد مجدي قفشه، استلمها قفشه. نيجي نشوف برضو الحاله الثانيه اللي معانا، نفس الفكره برضو بتحصل، ميكيسون استلم، طلع محمد هاني. بص قفشه دايما رابط ما بين الطرف ده او الطرف الثاني، هنا تاو، بص اتحول تاو لمهاجم، دخل محمد شريف معاه، معلول فتح الملعب، فبقى عندك اكتر من حل. معلول هيستلم الكره دي ويشوطها. فكره ان انت دايما بتخش بالاطراف انسايد لجوه، بيحصل روتيشن بسلاسه ما بيحصلش فيه لعبكه، فبتحس ان الامور معاك فيه اكتر من اوبشن متاح ليك، اكتر من حل في الشق الهجومي. ده السبب التكتيكي اللي كان مخلي الاهلي عنده حلول هجوميه جيده جدا. السبب الفردي بمنتهى الامانه ثنائيه احمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه جيده جدا. احمد عبد القادر بيعرف يشفت مع محمد مجدي قفشه بهدوء من غير ما تحس بيه، في ثانيه تلاعب قادر تحول لبيمي، لان هو اصلا بيلعبها بشكل جيد، وتلاقي قفشه راح طرف، تلاقي لو في حاله دفاعيه وعبد القادر عايز يدافع اكتر من قفشه، قفشه بيتحول لبلاي ميكر عشان دفاعيا هو مش قوي، وبيروح احمد عبد القادر طرف عشان يدافع مع علي معلول. دي كانت مديانا قوه. احمد عبد القادر عنده الحل الفردي في الواحد على واحد جاي جدا، فما بينزل ياخد الكوره ويطلع بيها بيكون قادر يشوف الملعب، بيكون قادر يتعامل لو قابله حد من الخصم. قفشه بيتحرك بين الخطوط بشكل جيد، فانزل يا عبد القادر هات الكوره وحركني بين الخطوط وانا قادر اشكل خطوره برؤيتي والبص الخطير بتاعي. تعال نشوف يا كابتن برضو، ممكن نشوف هنا حال برضو محمد مجدي قفشه. قفشه في ثواني بيتحول كوره لونج بول، بيتحول قفشه لطرف شمال، ونفس الفكره عبد القادر بيتحول لبلي ميكر بمنتهى السلاسه. انت هنا قصدك توصف ايه اللي بيحصل داخل الروتيشن اللي بيحصل في الشكل الهجومي، في الهجومي ده بيخلق مساحات كبيره. طيب. للنادي الاهلي تمام. طيب اروح لايمن، ايه المشكله اللي لفتت نظرك في هدف اللي دخل في النادي الاهلي؟ يمكن الهدف اللي دخل في النادي الاهلي زي ما كنت بكلم مع حضرتك واحنا قاعدين، فكره ان عدم الضغط بشكل قوي او اجريسيف على الخصم او المنافس بتاعك دايما بيديله المساحه او الفرصه ان هو يمرر او ان هو يشوط من بعيد، وبالتالي يخلق عليك خطوره في وقت انت مسيطر على المباراه ومستحوذ. يمكن هنا الكوره اهي زي ما احنا شايفين بتاعه الهدف الوقفه مظبوطه تيقلي، لا باستثناء اللعيب اللي يعني ممكن يعني نتكلم. بص في كام لاعب من النادي الاهلي وسايبين الاثنين بتوع فاركو بيستلموا بشكل مريح جدا. أيوه. والمساحه نفسها بتاعه لعيب فاركو هو براحته، يعني هو بيلف براحته خالص وبيعدي وماشي خالص. بص المساحه كابتن فاضيه ازاي، بص في كام لاعب من نادي الاهلي، محدش بيضغط، محدش بيمنعه، هو شاط براحته خالص. المسافه وسرعتها 99 كيلومتر في الساعه قويه جدا. محمد الشناوي حتى لما صد الكوره تمركز لعيبي النادي الاهلي لانهم كلهم كانوا واقفين، محدش قدر ان هو يروح على مهاجم فاركو اللي اتحرك بشكل سريع وحط الكوره
بكل سهوله. فهي دي مشكله كبيره جدا. ولو نفتكر الجون حتى بتاع سان داونز في الماتش، كان ان في 6 لعيبه من النادي الاهلي متواجدين في يعني في محيط منطقه جزاء النادي الاهلي، ولكن سايبين ال2 لعيبه بتوع سان داونز يتحركوا براحتهم. هنا نفس النظام، بنتكلم في 2 لعيبه من فاركو امام تقريبا حوالي 5 أو 6 لعيبه من النادي الاهلي، وبشكل سلس جدا بيتحركوا وبيروح يشوط الكوره وبتترد، وكمان في لعيب بيتابعها. فاعتقد دي يعني خطا النادي الاهلي لازم يتداركه في الفترات المقبله. حتى هنشوف نفس اللعبه تقريبا في الشوط الاول، يعني الكره هنا اهو برده دي كانت ضربه ركنيه، رجعت كره ثانيه لعيب فاركو استلمها بصاها لزميله. بص المساحه يا كابتن، اهو في حوالي كام لاعب من النادي الاهلي موجودين، ولكن محدش بيضغط، كلهم واقفين في مكانهم. الراجل رايح بص المساحه قد ايه يا كابتن اسلام، وبيشوط برده براحته خالص من غير ما يبقى فيه عليه اي ضغط من لعيبه الوسط او مدافع النادي الاهلي. حتى دي بتدي فرصه ان انت لما بتضغط لا بتقدر تكشف التسلل. الكره الثانيه ممكن زي ما ردت كده من الشناوي تروح للاعب المهاجم بتاع فاركو، لان هو اللي جاي بوش لعيبه النادي الاهلي واقفين بظهرهم، فالموضوع صعب جدا. دي برده كوره اخطر هجمات اللي قلنا كره التحول اللي محمد الشناوي انقذها. بص يا كابتن اسلام، لاعب من فاركو معاه الكوره، حواليه 3 من لعيبه النادي الاهلي محدش فيهم يعني ضغط عليه بشكل قوي. الاثنين حتى هنا بتوع فاركو، عمرو جمال واعتقد ده لا شكري نجيب، بيتحرك هنا، فضوا مساحه كامله للاعب بتاعهم الطرف الايسر، انطلق ولعب الكوره هنا. طبعا يعني يقظه الشناوي هي اللي انقذت النادي الاهلي من هدف كان ممكن يخلق مشكله. لكن انا هنا بس هنرجع سريعا هي اللعبه دي عشان بس هي حاجه واحده بس. هنا كابتن اسلام اكتر من لاعب في النادي الاهلي ما ينفعش، دول 3 بس، وهنا في اللعيب الاهلي في 6 لعيبه من النادي الاهلي. فالنهارده المفروض في وفره عديه دفاعيه للنادي الاهلي، ان هم بشكل ما لو ضغطوا او لو لعيبه النادي الاهلي تحركت مع عمرو جمال هيخلقوا ان الفرصه دي ما تبقاش فرصه خطره، يعني هيضايقوا عمرو جمال، هيضايقوا اللعيب اللي بيباصي الكوره، مش هتبقى فرصه خطره ومش هيبقى فيه كل المساحه دي. فاعتقد النادي الاهلي دي المشكله الوحيده اللي لازم يتم التعامل معاها، لان هي في افريقيا ممكن تعمل لنا مشاكل لو ما قدرناش نسجل عدد كبير من الاهداف، زي ما شفنا يوم ماتش سان داونز خطا واحد في التمركز تسبب في هدف لسان داونز، في حين ان احنا النادي الاهلي وقتها ما قدرش يستغل الفرص الهجوميه اللي اتيحت ليه، فعملت لنا مشكله كبيره. يعني اخر جزئيه في ماتش فاركو يا كابتن، عارف ان احنا طولنا في ماتش فاركو، بس اخر جزئيه محمد مجدي قفشه، انا فاكر لما كنا في الاهلي في المونديال حضرتك وقفت هنا وقلت ان محمد مجدي قفشه في العمق بيختلف تماما عن ما بيلعب على الفلانك على الطرف. احنا معانا خريطه للتمريرات بتاع محمد مجدي قفشه امبارح في ماتش فاركو، تعرف مدى تاثير محمد مجدي قفشه في العمق. بياخد حريه غير عاديه في ربط الخطوط كلها ببعضها وبيروح على الطرف بالظبط. الطرف بقى انت بتكتف محمد مجدي قفشه، بتدي له مساحه ضيقه قوي ان هو يتحرك. يلا لو الخريطه جاهزه يا سمير، لما بيلعب في العمق، العمق بيكون مديك اكتر من اوبشن خيار، بيعرف يربط بين كل الخطوط، بيعرف يمرر باكتر من شكل، بيعرف يكون حل للتمرير لاكتر من لاعب. بص قدامنا الخريطه، شوف اتحرك في كم مكان محمد مجدي قفشه. محمد مجدي رابط كل الخطوط ببعضها تماما، ودي كومه قفشه، عكس ما تحطه على الفلانكه يتحرك في جزئيه واحده، هيبقى انت عايز منه سبرنتات في الواحد على واحد كروسات، لكن اما بيكون بلاي ميكر لا، هيقدر يربط كل الخطوط ببعضها، يعرف يتحرك في مساحه كبيره، هتقدر تستفيد برؤيته وببساطته اللي فيها نسبه ريسك كبيره جدا في مساحات كبيره من الملعب.